يقول: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، إلى آخر الآية. أرجو من معاليكم توضيح هذا المعنى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآية حث من الله جل وعلا إلى النظر، نظر التفكر والاعتبار إلى الطير حال كونها صافات أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها، وهذا ملاحظ، تبسط أجنحتها في الهواء في الجو عند طيرانها، لأنها إذا بسطناها صففنا قوائمها صفا، إذا بسطت جناحيها صففنا قوائمها كما يقول أهل العلم، ويقبضن أي يضربن بها جنوبهن. نقل القرطبي وغيره عن أبي جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه صاف، وإذا ضمهما فأصاب جنبه قابض، لأنه يقبضهما. وهذا أن التوجيه الإلهي لعباده أن ينظروا ويتأملوا نظر اعتبار وتفكر، ولا شك أن التفكر من أفضل العبادات. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وكم يزيد القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة مثل هذا النظر، نظر الاعتبار والتفكر في مخلوقات الله وفي آياته المقروءة والمرئية. فعلى المسلم أن يعتني بهذا الباب، وقد أكثر الله جل وعلا من التوجيه إلى هذا النظر وهذا التفكر وهذه الرؤية لمخلوقات الله في كتابه جل وعلا، ما يدل على أهميته، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك.